رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، والبداية بأبرز العناوين. العربي الجديد 18 عاما على احتلال العراق، الميليشيات ترث الدولة. العرب اللدنية عادل خلف القضبان، عبد المهدي ملاحق قضائيا وإلكترونيا في العراق. وفي تقرير للشرق الأوسط، تركي الفيصل في منتدى بالمنامة يقول على دول الخليج الاستعداد لإيران نووية. من المقالات: الكذب الاستراتيجي في الحوار الاستراتيجي لمنهل المرشدي في المراقب العراقي. ويكتب عبد العاطي محمد في عمان العمانية: الهروب إلى الأمام سياسة خاطئة في التعامل مع الأزمات الدولية. لحظات وتأتيكم التفاصيل. عنونت صحيفة العربية الجديد 18 عاما على احتلال العراق، الميليشيات ترث الدولة. وذلك وسط تعاظم المخاوف من مآلات الأوضاع في ظل هيمنة الميليشيات الموالية لإيران على مفاصل الدولة ودخولها مرحلة تنافس جديدة. وفي عنوان آخر للعربية الجديد: النفط لا يغيث فقراء العراق وتحذيرات من ثورة جياع. حيث بدأت القدرة الاقتصادية للمواطن العراقي بالضعف بشكل كبير في ظل التخبط في السياسة الاقتصادية والتلاعب بسعر الصرف. نقلت صحيفة المدى العراقية عن موقع GRA البريطاني المتخصص في مناقشة وتحليل المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية قوله: الفصائل المسلحة طوق يقيد سلطة الحكومة، مشيرا إلى أن سنوات عدم الاستقرار السياسي في العراق أدت إلى ظهور جهات فاعلة غير حكومية، ما أهلها للحصول على رواتب من الدولة والمزيد من الثروات عبر أنشطة غير مشروعة. قالت صحيفة القدس العربي إن الكاظمي بين الابتعاد عن إيران والتقرب من المحيط العربي لتبني سياسة جديدة تركز على الاقتراب أكثر بإعادة بناء الثقة واتخاذ مسارات اقتصادية جديدة. وتحتاج الدول العربية إلى عراق قوي آمن ومستقر بعيدا عن التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. وإلى صحيفة العرب اللندنية: انسحاب تكتيكي أمريكي وشيك من الخليج والعراق للتركيز على الصين. وتأثير أي تغيير يطال الجاهزية الأمريكية في الخليج على قدرة أمريكا على حماية مصالحها مع استمرار وجود خطر إيران وعملائها في المنطقة. وفي العربي أيضا: عادل خلف القضبان، عبد المهدي ملاحق قضائيا وإلكترونيا في العراق. إذ انتشر هاشتاج عادل خلف القضبان على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق على خلفية تقديم عائلات بشكوى قضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس ضد عبد المهدي بجرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري أثناء قمع مظاهرات ثورة تشرين 2019. وفي تقرير لصحيفة الشرق الأوسط نقلت فيه عن الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في منتدى بالمنامة قوله: على دول الخليج الاستعداد لإيران نووية، موجها انتقادا لاذعا إلى إيران بأنها تمارس سياسة التنمر والبلطجة في المنطقة من خلال سلوكها العدواني تجاه جيرانها من دول الخليج العربي بشكل خاص والدول العربية بشكل عام. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
من المقالات الكذب الاستراتيجي في الحوار الاستراتيجي لمنهل المرشدي في المراقب العراقي، ويتساءل المرشدي هل يمتلك العراق حكومة وبرلمانا ورئاسات أي معلومة عن عدد القوات الأمريكية والمتحالفة معها في العراق ونوع الأسلحة التي تملكها، وهل نعلم نحن كشعب شيئا عما جرى ويجري وما سيجري؟ هل يتعدى كل ما تم الإعلان عنه إطار الكذب والضحك على الذقون؟ إنهم يكذبون علينا، فلا اتفاق ولا حوار ولا تغيير، إنه ذر للرماد في العيون لتأمين تواجد القوات الأمريكية حيثما هي الآن وحيثما تشاء. ويتساءل إلياس حرفوش في الشرق الأوسط لمصلحة من يتفاوض بايدن مع روحاني، ويرى الكاتب أن مشكلة عميقة في المنطقة الخليجية تتعلق بعدم ثقة جيران إيران بأي تعهد، وهي مشكلة لا تحلها المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بل يحلها سلوك عملي يؤكد تراجع طهران عن السياسات التي أدت إلى تعميق أزمات المنطقة. ويكتب عبد العاطي محمد في عمان العمانية: الهروب إلى الأمام سياسة خاطئة في التعامل مع الأزمات الدولية. يقول الكاتب: بمقتضى قاعدة الهروب إلى الأمام لتجنب الاتهام بالضعف، فإنها ستؤدي إلى اشتعال حرب مدمرة لكل الأطراف المعنية بأزمة ما، ودون الدخول في تفاصيل تلك الحرب نتوقف أساسا عند سبب اندلاعها وطبيعة الظروف المحيطة التي دفعت سريعا إلى تكبيد العالم خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور ماجد الزبيدي. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من عمان الدكتور ماجد الزبيدي الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور ماجد إلى هذا الحوار. كل الاحترام، يا أهلا وسهلا. مرحبا بك. سنناقش في هذه الحلقة تداعيات الاحتلالين الأمريكي والإيراني للعراق ومعاناة العراقيين جراء ذلك، ونبدأ من القوى السياسية التي جاء بها الاحتلال والتي هيمنت على كل مفاصل الدولة العراقية وبات لديها فصائل مسلحة انتزعت صفة رسمية. بعد 18 عاما وكل الذي حصل، لماذا تصر قوى السلطة والدولة العميقة على البقاء؟ لأنها مستفيدة استفادة عظيمة جدا من مراكز النفوذ والثروات وحكم العراق وخيرات العراق، وهي أيضا تستفيد من خلال علاقاتها الدولية ومصالحها ورواتبها التي هي رواتب تشبه الدول الغربية المتقدمة. كل هذه وغيرها تعطيها الرغبة في البقاء في السلطة، ولا يهمها الحال الذي وصل إليه العراق. نعم، لماذا التخبط والتدخل الخارجي بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي العراقي الذي ما زال مستمرا لغاية اليوم، وما يعيشه العراقيون هو إفرازات لكل ذلك؟ العراق قد يكون الدولة الأكثر أهمية من حيث الثروات والخيرات والموقع الاستراتيجي في العالم أجمع، فهو في التاريخ أرض السواد، أرض الخير، والآن هو أرض الغاز وأرض النفط وأرض المواصلات العالمية، عقدة مواصلات عالمية، ويحد أكثر من قارة، يحيط بأكثر من قارة. وبالتالي ثم أن العراق سوق استهلاكية عظيمة جدا، أكثر من 35 مليون شخص. كل هذه العوامل تجعل بعض الدول المحيطة وبعض الدول من وراء البحار تطمع في السيطرة على القرار السياسي والاقتصادي
والصناعي والعلمي في العراق. هذه أسباب وجيهة من وجهة نظر الآخرين في الطمع في أرض العراق وثقافة العراق وخيرات العراق وثروات العراق. تمام. العراقيون اليوم يعانون الأمرين ويدركون أن خيرات العراق تذهب للغير، ويعتبرون أن الثمن كان باهظا بمئات آلاف الضحايا والجرحى والمفقودين والمختطفين وملايين الأيتام والأرامل والدمار على طول الخريطة العراقية. ما السبيل للخلاص من هذه المرحلة العصيبة؟ هذه المرحلة العصيبة قد تفاجأ إذا ما قلت لك أنها قد تطول لأسباب كثيرة وجيهة. فلا مناص من عودة الوحدة الوطنية للعراقيين وإلى عروبة العراقيين وإلى وحدتهم كمكون جغرافي وسكاني واحد، لأن لا أحد لا يمكن لأحد أن ينصر العراق والعراقيين إلا أن ينصر العراقيون أنفسهم لأنفسهم. وهذا يؤدي إلى يجب أن يكون هناك وحدة في المجال العلمي والتعليمي، ووحدة في النظرة الاقتصادية، ووحدة في نظرة البرلمان العراقي وتشريعاته وقوانينه ومناهج تعليمه وإعلامه. يحتاج هذا إلى وحدة وطنية عراقية من أجل أن نصهر كل هذه الفسيفساء العرقية والطائفية واللغوية والمناطقية في بوتقة واحدة هي بوتقة العراق الواحد، حتى يستمر ويستطيع أن ينافس ويستطيع أن يثبت نفسه ويطعم نفسه ويكون حرا مستقلا. انتفاضة تشرين العراقية هزت النظام السياسي العراقي، لكن هذا النظام ما زال قائما لحد الآن وقادرا على تحويل ساحات وشوارع المدن العراقية إلى برك دماء في وقت تعهد فيه الشباب العراقي بالمضي قدما حتى تحقيق أهداف انتفاضتهم واسترجاع العراق من سارقيه. لمن الغلبة في النهاية برأيك؟ هؤلاء الشباب الذين قدموا 600 شهيد و36 ألف جريح في انتفاضة أكتوبر وثورة أكتوبر عام 2019، هؤلاء يدركون أن قوى خفية وظاهرة كثيرة تدعم الحكومات العراقية المتواترة والتي أفقرت العراق، ولهذا هم أصحاب نفس طويل. ومما يبشر بالخير أن الأغلبية الساحقة من أصحاب هذه الثورة من هؤلاء الشعب العراقي لا يتمترسون في منطقة جغرافية واحدة، ولا هم من لون واحد، ولا هم من طائفة واحدة، إنما هم يمتدون من الأنبار إلى الفاور. هذه الوحدة في المعاناة والجرح والفقر والجوع والاضطهاد والظلم هي من سينتصر قريبا جدا إن شاء الله على هذه الحكومات التي هي ذات لون واحد من حيث الفساد والقهر والتخلف. نشر هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج عادل خلف القضبان عبد المهدي ملاحق قضائيا وإلكترونيا في العراق، وتؤكد المعارضة العراقية في فرنسا أن عبد المهدي حصل على الجنسية الفرنسية بعد تعهده بالالتزام بالمبادئ والقيم الأساسية، لكنه خالف كل تلك القيم بتصفيته متظاهري ثورة تشرين. برأيك هل من نتيجة بشأن ملاحقة عبد المهدي قضائيا؟ الواقع هذه قضية شائكة في ضوء وجود عادل عبد المهدي في العراق، وبإمكانه أو بإمكان الحكومة العراقية أن تقول أنه تمت ملاحقة الأمر من خلال البحث في القضاء الوطني العراقي، لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل في قضايا طالما الدولة بحثت فيها أو أنها ستبحث فيها. لكن على كل الأحوال تستطيع العائلات العراقية الخمس في فرنسا والتي هي أثبتت بارتكاب حكومة عادل عبد المهدي لجرائم ضد أبنائها وتحاكم عليها محكمة الدولية، تستطيع هذه العائلات إذا توفر لها مبلغ مالي جيد أن ترفع القضية مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية في ضوء بعض العقبات التي تواجه فرنسا في أن تقدم ملاحقة لمواطن ليس مواطن أصليا من مواطنين.
تبنيها بتونس. أيضا يجمع سياسيون على أن التهديد الحقيقي للعراق هو الميليشيات، والمخاوف أيضا من أعوام صعبة قادمة على العراق وحرمان العراقيين من فرصة نمو دولة مقتدرة لديها قدرة على مواجهة التحديات. إذا سيطرت الميليشيات على القرار السياسي في العراق، متى تنتهي برأيك؟ لا يوجد في المدى المنظور ما يشير إلى قرب انتهاء التواجد المسلح للميليشيات المسلحة في العراق. ما دامت المنطقة تغلي على لهيب ساخن من حيث التجاذب بين إيران والولايات المتحدة وتدخل إسرائيل في العام الحالي، ولم تستد ولم تقف الحروب العربية الجانبية كالحرب في اليمن مثلا، هذه تساعد الحروب الداخلية والتجاذبات السياسية والعسكرية الجارية في المنطقة، تساعد في بقاء وطول عمر الميليشيات المسلحة. ولهذا إذا ما استقرت المنطقة يستطيع العراق أن يتخلص من ذلك من خلال حكم الدولة المركزية الواحدة، ولكن ذلك يتطلب تعاون مجتمع عراقي في المسألة وزيادة المطالبات السلمية والمظاهرات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بميدانية الدولة وبوحدانية الدولة ووحدانية القرار السياسي والعسكري في العراق. ضعف قدرة الدولة من عام 2014 على مواجهة التنظيمات المسلحة العسكرية المدعومة خارجيا أدى بالدولة أن تستعين بهذه الفصائل وهذه الميليشيات التي واجهت تلك التنظيمات المتطرفة. هذا أعطاها شرعية مؤقتة في البقاء واستلام الرواتب واعتبارها جزءا من الجيش العراقي. لكن الآن مع انحصار نفوذ وتهديدات تلك التنظيمات المتطرفة المسلحة، بعدما قدم الجيش العراقي والشعب العراقي قدم نموذجا في الصمود والتصدي وعدم الانضمام إلى تلك التنظيمات، الآن لا يوجد هناك من مبرر كبير لبقاء هذه التنظيمات المسلحة التي هي خارج سيطرة الدولة. ولهذا كلما قويت الدولة العراقية المركزية كلما أصبح هناك نوع من الرفض الشعبي للوجود المسلح غير الرسمي ولفوضى السلاح الموجودة هناك. نعم، يقول مراقبون إن الانسحاب الأمريكي من العراق والخليج سيكون تدريجيا، وستركز واشنطن من خلاله على تخفيف الوجود المباشر في قواعدها بالخليج والعراق، على أن يستمر الوجود الجوي كاستراتيجية مستقبلية في هذه المنطقة. هل سيتم ذلك فعلا؟ نعم سيتم، وهو ما أعلن البارحة عن الانسحاب قبل نوفمبر من أفغانستان على سبيل المثال. موضوع في العراق وجود الأمريكي في العراق هو محل خلاف مجتمعي، وهناك في قرار من البرلمان، والوجود الأمريكي لم يعد له أصلا من داع في المنطقة العربية، لأن الدول العربية تملك أسلحة وجيوشا وتملك استراتيجيات وتملك أموالا، وبدلا من أن تكون هناك فتن وخصومات بين الدول العربية نفسها وبين الدول العربية ومحيطها الإسلامي، يجب أن تستقر الأمور وأن تحل هذه كل المشاكل العالقة تحل بالتفاوض الدبلوماسي والسياسي، لأن ذلك لم يعد مستساغا الآن من الشعوب العربية التي تعاني الأمرين في الجوع والحروب والسلاح. أنا في رأيي الشخصي أن أمريكا سوف تنسحب لحاجة أمريكية، لأن أمريكا لا تستطيع أن تنفق في ضوء البطالة التي تصل إلى حوالي 30 مليون رب أسرة عاطل عن العمل، وفي ضوء الديون التي تكبل الاقتصاد الأمريكي، وفي ضوء فداحة الخسائر التي ترتبت على كورونا. كل ذلك سيؤدي للولايات المتحدة الأمريكية أن لا تنشغل ماديا وعسكريا بظروف ومشاكل وعقد المنطقة. المنطقة العربية لم تعد مهمة بالنسبة لأمريكا في ضوء الانفتاح العربي الرسمي على الكيان الصهيوني، هذا أولا. وثانيا لم يعد النفط هو الآن يعني له أهمية بالدرجة الأولى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي لديها طائف في النفط.
الصينيون هم القوة الكبرى العظمى القادمة، وهم يسيطرون على افريقيا على سبيل المثال، هم رقم واحد في افريقيا اقتصاديا، وهم ينافسون التجارة والاقتصاد الامريكي، وهم قادمون باعتراف بايدن. هو يقول في عهدي لن تكون الصين القوة الاولى، لكن هذا نوع من الهروب الى الامام. الصين هي القوة الاولى قريبا جدا في العالم اقتصاديا، ولولا دعمها للخزانة الامريكية لما صمد الدولار ولما صمد الاقتصاد الامريكي. وبالتالي فان ذهاب امريكا الى منطقة جنوب الصين الى بحر الصين الجنوبي هي مسألة حاسمة وذات اولوية بالنسبة للاستراتيجية الامريكية الراهنة. نعم. الامير تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية يقول في منتدى بالمنامة على دول الخليج الاستعداد لإيران نووية، موجها انتقادا لاذعا الى ايران بانها تمارس سياسة التنمر والبلطجة في المنطقة من خلال سلوكها العدواني. إلى ماذا يؤشر ذلك؟ يؤشر ذلك إلى أن تكون دول الخليج نفسها متحدة، وإلى أن تغلب الواقع والمستقبل الحاضر والمستقبل على أي خلافات فيما بينها. وإحنا شهدنا كما رأيت سابقا الخلافات. نريد دول خليجية متحدة، ونريد عودة إلى القرار العربي المشترك، نريد عودة جامعة الدول العربية منظمة فاعلة، نريد الاعتبار والهيبة لمؤتمر القمة العربي، نريد إلى انتهاء الأزمة في سوريا، إلى انتهاء الأزمة في ليبيا، انتهاء الأزمة في اليمن، حتى يكون عندنا قرار عربي استراتيجي في وجه الأخطار المحيطة بنا من كل حد وصوب. ولهذا إيران نووية، نعم إيران نووي، ولهذا هم يتجهون إلى السلاح النووي، لكن دول الخليج عليها أن تتكاتف وتتحد وتكون دول عظمى، تستطيع أن تكون دول عظمى من خلال العودة إلى التنمية الحقيقية وعدم الانتهاء والعيش مع التبذير والإنفاق وغير ذلك مما نشاهده ويشاهده غيرنا. نعم. في ختام الحوار أشكرك دكتور ماجد لمشاركتك معنا. كل الاحترام والتقدير، شكرا لكم. والشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.